بيض الحمائم حسبهن أني أردد سجعهن، رمز السلامة والوداعة منذ بدء الخلق هن، في كل روض فوق دانية القطوف لهن أن، ويملن والأغصان ما خطر النسيم بروضهن، فإذا صلاهن الهجير هببن نحو غديرهن، فإذا وقعن على الغدير ترتبت أسرابهن، صفين طول الضفتين تعرجا بوقوفهن، ويطرن بعد الابتراد إلى الغصون مهودهن، تنبيك أجنحة تصفق كيف كان سرورهن، المحسنات إلى المريض غدون أشباها لهن، الروض كالمستشفيات دواؤها إيناسهن، ما الكهرباء وطبها بأجل من نظراتهن، يشفي العليل عناؤهن وعطفهن ولطفهن، مر الدواء بفيك حلو من عذوبة نطقهن، مهلا فعندي فارق بين الحمام وبينهن، فلربما انقطع الحمائم في الدجى عن شدوهن، أما جميل المحسنات ففي النهار وفي الدجنة. تطنز، جاء في لسان العرب طنز يطنز طنزا أي كلمه باستهزاء فهو طناز، وقال الجوهري أظنه مولدا أو معربا، والطنز السخرية، وفي نوادر الأعراب هؤلاء قوم مدنقة ودناق ومطنزة، إذا كانوا لا خير فيهم هينة أنفسهم عليهم. ثبت بأرض حرة معروفة بالحرة، فقلت يا ابن الحرة ارثي لما قد حل بي، بالفتح للحجارة والكسر للحرارة والضم للمختارة من النساء في الحجب. إنما أخشى سيل تلعتي، التلعة مسيل الماء من السند إلى بطن الوادي، لأن من نزل التلعة فهو على خطر أن يجيل السيل فيجرفه، ومعنى المثل إني أخاف شر أقاربي وبني عمي، يضرب في شكوى الأقرباء. من قصص الخلفاء، قال أشجع السلمي الشاعر المشهور: أذن الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه، فدخلنا مع أبي العتاهية فأمرنا بالجلوس، فاتفق
أن جلس بجنبي بشار فقال لي: من هذا؟ فقلت: أبو العتاهية. فقال: أتراه ينشد في هذا المحفل؟ فقلت: أحسبه سيفعل. قال: فأمره المهدي فأنشد. أتته الخلافة منقادة إليه تجرر أذيالها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها، ولو رامها أحد غيره لزلزلت الأرض زلزالها، ولو لم تطعه جميع القلوب لما قبل الله أعمالها. فقال لي بشار: انظر ويحك يا أشجع، هل طار الخليفة عن فراشه؟ قال أشجع: فوالله ما انصرف أحد عن ذلك المجلس بجائزة غير أبي العتاهية. أذان وآذان، نداء المؤذن للصلاة يسمى الأذان بفتح الهمزة دون مد، أما الآذان فجمع أذن، فنقول يسمع الأذان بآذان مفتوحة وقلوب خاشعة. وكما جمع في هذه الجملة بين الأذان والآذان للتفريق بينهما، فعل أحمد شوقي الشاعر ذلك فقال: فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. قال رجل لعمرو بن العاص رضي الله عنه: والله لأتفرغن لك. فقال عمرو: هناك والله وقعت في الشغل. ابن زريق البغدادي هو أبو الحسن علي أبو عبد الله ابن زريق الكاتب البغدادي، شاعر عباسي ارتحل عن بغداد قاصدا بلاد الأندلس، علّه يجد فيها من لين العيش وسعة الرزق ما يعوضه عن فقره، لكن التوفيق لم يصاحبه، بل مرض واشتد به المرض، فكتب رائعته اليتيمة التي وجدت معه عند وفاته عام 420 من الهجرة، ولا يعرف له شعر سواها، منها: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه، جاوزت في لومه حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه، فاستعمل الرفق في تأنيبه بدلاً من عذله، فهو مضن القلب موجعه، قد كان مطلعاً بالخطب يحمله، فضيقت بخطوب المهر أضلعه، يكفيه من لوعة التشتيت أن له من النوى كل يوم ما يروعه، ما آب من سفر إلا وأزعجه رأي إلى سفر بالعزم يزمعه، كأنما هو في حل ومرتحل،
موكل بفضاء الله يذرعه، وما مجاهدة الإنسان توصله رزقا ولا دعة الإنسان تقطعه. قد وزع الله بين الخلق رزقهم، لم يخلق الله من خلق يضيعه، لكنهم كلفوا حرصا، فلست ترى مسترزقا وسوى الغايات تقنعه. أستودع الله في بغداد لقمر بالكرخ، من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه. وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا، وأدمعي مستهلات وأدمعه. لا أكذب الله، ثوب الصبر منخرق عني بفرقته، لكن أرقعه. رزقت ملكا فلم أحسن سياسته، وكل من لا يسوس الملك يخلعه. ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه. كم قائل لي ذقت البين، قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه. قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين، فذكروا من ملوكهم وبلادهم، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم لا يستثني فارسا ولا غيرها. فقال كسرى بعدما أخذته عزة الملك مقالة انتقد فيها العرب، فرد عليه النعمان ردا طويلا كان من أصلح الله الملك، حق لأمة الملك منها أن يسمو فضلها ويعظم خطبها وتعلو درجتها، إلا أن عندي جوابا في كل ما نطق به الملك وفي غير رد عليه ولا تكذيب له، فإن أمنني من غضبه نطقت به. قال كسرى قل فأنت آمن. فقال النعمان أما أمتك أيها الملك فليست تنازع في الفضل لموضعها الذي هي به من عقولها وأحلامها وبسطة محلها وبحبوحة عزها وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك، وأما الأمم التي ذكرت فأي أمة تقرنها بالعرب إلا فضلتها. قال كسرى بماذا؟ قال النعمان بعزها ومنعتها وحسن وجوهها وبأسها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنفتها ووفائها. فأما عزها ومنعتها فإنها لم تزل مجاورة لآبائك الذين دوخوا البلاد ووطدوا الملك وقادوا الجند، لم يطمع فيهم طامع ولم ينلهم نائل. حصونهم ظهور خيلهم، ومهادهم الأرض، وسقوفهم السماء، وجنتهم السيوف، وعدتهم الصبر، إذ غيرها من الأمم إنما عزها من الحجارة والطين وجزائر البحور. وأما أنسابها وأحسابها فليست أمة من الأمم إلا وقد جهلت آباءها وأصولها وكثيرا من أولها، حتى إن أحدهم ليسأل عمن وراء أبيه فلا ينسبه ولا يعرفه، وليس أحد من العرب إلا يسمي آباءه أبا فأبا. حاطوا بذلك أحسابهم وحفظوا به أنسابهم، فلا يدخل رجل في غير قومه ولا ينتسب إلى غير نسبه ولا يدعى إلى غير أبيه. وأما سخاؤها فإن أدناهم رجلاً الذي تكون عنده البكرة والناب عليها بلاغه في حموله وشبعه وريه، فيطرقه الطارق الذي يكتفي بالفلذة ويجتزئ بالشربة فيعقرها له، ويرضى أن يخرج عن دنياه كلها فيما يكسبه من حسن الأحدوثة وطيب الذكر.
وأما حكمة ألسنتهم فإن الله تعالى أعطاهم في أشعارهم ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه، مع معرفتهم بالأشياء وضربهم للأمثال وإبلاغهم في الصفات ما ليس لشيء من ألسنة الأجناس. ثم خيلهم أفضل الخيل، ونساؤهم أعف النساء، ولباسهم أفضل اللباس. وأما وفاؤها فإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء، فهي ولث وعقدة لا يحلها إلا خروج نفسه، وإن أحدهم ليرفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه، فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب، فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أخفر من جواره، وإنه ليلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله. عن حماد بن إسحاق عن أبيه قال: كنت بين يدي المأمون واقفا، فأدخل إليه ابن البواب رقعة فيها أبيات، وقال: إن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في إنشادها فظنها له، فقال: هاتي. فأنشده: أجرني فإني قد ضمئت إلى الوعد، متى تنجز الوعد المؤكد بالعهد، أعيذك من خلف الملوك، وقد بدا تقطع أنفاسي عليك من الوجد، أيبخل فرد الحسن عني بنائل قليل، وقد أفردته بهوى فردي. إلى أن بلغ قوله: رأى الله عبد الله خير عباده فملكه، والله أعلم بالعبد، ألا إنما المأمون للناس عصمة مميزة بين الضلالة والرشد. فقال المأمون: أحسنت يا عبد الله. فقال: بل أحسن قائلها يا أمير المؤمنين. قال: ومن قائلها؟ قال: عبدك الحسين ابن الضحاك. فقطب ثم قال: لا حي الله من ذكرت ولا بياه ولا قربه ولا أنعم به عينا، أليس هو القائل: أعيني جودا وابكيا لي محمدا، ولا تذخرا دمعا عليه وأسعدا. فلا تمت الأشياء بعد محمد، ولا زال شمل الملك فيه مبددا، ولا فرح المأمون بالملك بعده، ولا زال في الدنيا طريدا مشردا، هذا بذاك ولا شيء له عندنا. فقال له ابن البواب: فأين فضل إحسان أمير المؤمنين وسعة حلمه وعادته في العفو؟ فأمر بإحضاره، فلما حضر سلم فرد عليه السلام ردا جافيا، ثم أقبل عليه فقال: أخبرني عنك، هل عرفت يوم قتل أخي محمد هاشمية قتلت أو هتكت؟ قال: لا. قال: فما معنى قولك: وسرب ظباء من ذؤابة هاشم هتفن بدعوى خير حي وميت، أرد يدا مني إذا ما ذكرته على كبد حرة وقلب مفتت؟ فلا بات ليل الشامتين بغبطة، ولا بلغت آمالهم ما تمنت. فقال: يا أمير المؤمنين، لوعة غلبتني وروعة فاجأتني، ونعمة سلبتها بعد أن غمرتني، وإحسان شكرته فأنطقني، وسيد فقدته فأقلقني، فإن عاقبت فبحقك، وإن عفوت فبفضلك. فدمعت عينا المأمون وقال: قد عفوت عنك.
وأمرت بإدرار أرزاقك وإعطائك ما فات منها، وجعلت عقوبة ذنبك امتناعي عن استخدامك. Thank you.